Bonjour, je sais que tu sais et tu sais que je sais. النهار حبيت ندخل نطرق على واحد الموضوع مهم جدا، ملي هضرت على المشاكل ديال الطفولة ديالي وديال المشاكل ديال المدرسة الابتدائية اللي دوس المحاي اللي دوس فيها ونجحت في الحمد لله في الحياة ديالي، حبيت نوجه بعض النصائح للآباء والأمهات ديال الأبناء ديالي ديال فلذة الكبد ديالهم وديالي حتى انا لانه مغاربه بحالي، باش ما يقعوش في داك الخطا اللي وقعت فيه انا ملي كنت صغير. ولهذا غادي ندرس هذا الموضوع في اربعه ديال لي كليب. الموضوع اللي غادي نتطرق له هو السبب ديال النجاح ديال الطفل ولا ديال التلميذ ولا ديال في الليسي ولا في الكليه ديال في الكليات كيفما كان نوعها، لو سيكري دو لا ريوسيت. غادي نهضر في واحد الموضوع ديال الاستاذ، لو بروفيل دو لونسينيون، لو بروفيل دو لونفون، المشكله ديال الوراثه ديالو، لا جينيتيك ديالو، لو جينوم ديالو، اي لي بي جينيتيك، هي مهمه جدا مهمه جدا واللي غادي تحكم علينا. وغادي ندخل واحد الموضوع اللي غادي يعجبكم بزاف، وغادي نهضر على الطفل. غادي نبدا اولا بالطفل. الطفل ماشي راجل، سي با سي ان انفون بار ديفينيسيون، سي ان انفون اي فو لو تريتي كوم ان انفون اي نو با كوم ان ادولت. الوغ داك الدق وداك العصا وداك الشيء كله خصو يمشي بحالو، ما خصوش يبقى بنادم تي يمشي بداك لي ميثود القدام تيحسبو هذا راجل صغيور. لا لا، لونفون سي ان انفون سي ني با ان ادولت. علاش؟ لانه تيخلق بحال اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم على فطره، ملي تخرج منك شي منا تكونوا على واحد الفطره. وعاد نطرقوا لها في هذا حديث نبوي، ولكن غندخلها من الناحيه العلميه. اما والديه تي يمسحوه يرجع مسيحي ولا يهودي ولا مسلم ولا حتى شي حاجه. الوغ دونك كاين الفطره لو جينوم وكاين ليبي جينيتيك، هكذا فهمتها انا، اللي غادي يجعل ذاك الطفل اما واحد تلميذ نابغه وغادي يمشي في الحياه ديالو مزيان، ولا غادي يتخلف غادي يقع له مشاكل. ولهذا اول حاجه حبيت نضحك شويه معكم هو الاطفال تيتيقوا بزاف. مازال عمري ما نسيت، تنحب انا با بزاف وتنحب يما، وكانوا تيقولنا ملي كنا صغار اللي عمل شي حاجه با سلطان. انا ما نحبش يكون با سلطان، شكون اللي ما يحبش يكون با سلطان؟ مازال تنعقل على واحد الوليد صغير و تري دغوا، ماشي ضحكنا عليه، كنا تنضحكو، زدنا واحد الكويز ديال الشراب، ما عرفوش بانه شراب، قلنا اللي كمل هذا بالزربه با سلطان. يا زغبي عملو طك وشربو، ومني شربو عاد دار الغايب انه ماشي كوكا كولا، ماشي فانتا، ماشي تأزم. عاد قلنا له نسيت شكون تهدم تهدم تهدم. النكته الثانيه هي واحد الوليد صغير حفيظي، كنا دايزين في البحر تيجري بحال بوليت، وعطيت واحد الطريب ديال الحجر تيشبه البيسكوي، قلت له هاكا يوسف، جا وعضو، وداك التصويره خديناها وبقينا تنضحكو عليه. النكته الثالثه هي واحد الاستاذ تيقرني داك التلاميذ، قال لهم لي زورونج، سي لي زورونجي، لي زورونج الليمون، شكون الشجره اللي تعطي لي زورونج؟ يقولوا لي زورونجي. قال لهم لي فيغ الكرموس، لي فيغي. واحد ما قال لهم لي دات، يا واحد قال له الكالندري، ما يعيق، حسبوا له لي دات، هي لا دات هي التاريخ ديال الميلاد ولا التاريخ، ما حسبوش لا دات هي التمره. وكل شيء بدا تيضحك. الطفل تيكون تخلق بواحد الكابيتال، ان بريغوكي، خدام من عند باه ومن يماه من الوسط فين عايش. وهذاك لو بريغوكي الاستاذ هو اللي غادي يقوم بالواجب باش ينميه له، باش يعوضو له. باش يعوضوا له تيخصو واحد الشروط، وهذوك الشروط الاول ديال الشروط هو
داك الطب خصو يكون عنده واحد الثقه في عائلته، في باه وفي ماه، لا ميز اون كونفيونس، خصو يكون عنده داك الثقه. خصك تعلمو يثيق بيك، باش تعلمو يثيق بيك ما خصكش تكذب عليه. الا كذبتي عليه ودار غير بانك كذبتي عليه ما غادي يبقاش يثيق بيك. اول حاجه خصك تمحي من ولدك ومن بنتك الكذب. الا كذبتي عليهم عارف بانها غتمشي للهاويه، لا ما تقولوش الا غمض عينيك، لا 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 لا، فسر له بكل وضوح كل حاجه حاجه، واجه الصدق pour qu'il soit mis en confiance. لان داك الطفل غادي يثيق بيك، il est prêt à croire ce que tu lui dis. اللي قلتي له غادي يثيق بيك. هي خصو تعودو ما تعلموش الكذب. ثانيا خصك تحبب له شي حاجه اللي غادي يوصل لها. il faut qu'il apprenne à aimer ce qu'il fait. داكشي اللي تيصوب خصو هو يكون تيبدا يحبو. ما حدو ما تيحبوش ما تيمكنلوش يمشي للقدام. تيمكن عنده ميول في الحساب، في الهندسه، في الفلسفه، في لي ليتر، ولا في لي سيونس. داك الميول اللي عنده خصك انت كاب وكام تنميه باش يطلع مزيان، وحتى الاستاذ بيان سيغ. هاد الزهر اللي عند هاد الدراري الصغار كله مقاد تقريبا، الا واحد النخبه قليله من هنا ديال لاكور دو غوس اللي خلقوا بشي عاهه، خلقوا بشي مشكل من المشاكل، غادي نطرقوا لهم من بعد. خصك تفهموا بانه كاين ليسبري دو كومبيتيسيون، تنافس، تنخلق انديه ديال الرياضه، ديال التنس، ديال البين بون، ديال الرسم. وهاد الانديه غادي تعلمو باش يبدا يثق في نفسه. ولكن خصك تدبرك كاب كام، تدبرك مع داد ديال المشاكل تيوقعوا للطفل ملي تيكون صغير. اول حاجه هي لو هارسيلمون، إلي هارسيلي، رد بالك. فرنسا 2 sur 30 enfants sont victimes de pédophilie. Alors, هو ما غادي يقدش يجي الا كنتي خاف منك، ما غاديش يقول لك شنو وقع به، وانت ما عارفش الولد ديالك علاش رجع محتشناك، رجع بارد، رجع ماشي سخيخن مع راسو. Faites attention. 2 enfants sur 30 en France sont victimes de pédophilie. Faut faire attention au chantage. غادي يمشي للمدرسة تيخلعو شي دري صاحبو، ولا شي واحد قدامو، ولا حتى الأستاذ، وداك الساعة تيصدق فيكتيم، تيتغبن، تي ما يبقاش يخدم مزيان. خصك تد بالك من لي زينيكاليتي سوسيال. المدرسة خصها تكون مأطرة بنفس مستوى المعيشي ديال داك الحومه. غادي يدخلوا واحد العشره عايشين في الرفاهيه مع وحدين، ما تيجيبوش حتى بيضه مسلوقه ما ياكلوا، شي شويه صعيبه. خصكم تفكروا عاود في المدارس ما خصهاش تتعدى 30 طفل في القسم. بمجرد ما تتعدى 30 طفل ولا بدا واحد العشره تيمشيو ضحيه، ولا بدا. ولهذا هاد الطفل ديالك ها هو داك غزال فن، ما تيخصو حتى شي حاجه، خصك يتقابلو تيخرج بحال داك الشجيره. الا تعوجت خصك تعمل لها هكذا، والا حب طيح شي غصن خصك تعوضو، وغادي يخرج لك مزيان. علاش غادي نقولو هاد الكلام؟ لانه من بعد غادي ندرس على نهضر لكم على ليبيجينيتيك. موضوع مهم جدا في هاد الظروف الحاليه. انتم تشوفوا هاد التصاور اللي تيدوزو قدامكم، اربعه ديال المشاكل تيوقعوا في الحياه ديال بنادم، لا الصغير ولا الكبير. غادي نطرقوا لهم عاود في ليبيجينيتيك. هو بنادم خصو ياكل بصفه منطقيه، خصو يعيش في واحد المناخ ما يكون فيه لا ستريس، لا خلايا، لا هادي لا هادي. خصو يكون زين. هانتوما غادي تدخلوا لهاد المواضيع، غادي نتذكروا عليها باش تفهموا بانه
خلاقيت بهاد الشيء هذا، بهاد الشيء اللي عندي، بهاد الكابيتال، وبالمناخ فين عايش هو اللي تيمكن له يغير لي الاتجاه ديالي هكذا ولا هكذا ولا هكذا. يا كات فاكتور، وهذوك لي فاكتور غادي ندخلوا لهم في الكليب الماجي ان شاء الله. بوركوا جو رانكونت تو سا؟ تو سامبلومون باسكو جو فودري كو ميز انفون ريوسيس. Je voudrais que vous puissiez garder l'espoir que vous en, vos enfants seraient un jour des enfants de qualité, des enfants qui sont les plus heureux du monde, tout simplement parce que je les aime, comme vous les aimez vous aussi, et je dirai toujours, vive le Maroc, vive les Marocaines, et vive les Marocains!